صباح الخير، النهاردة عيد ميلادي. وانا بحط الصن بلوك لقيت صديقتي صديقتي لقيت صديقتي بترن عليا بتقولي افتح الباب. فتحت جيب البوكس ده. هي هنا بس انا مش هينفع عليها كل وقت عشان هي مش عايزه دلوقتي. اما نحط ميك اب. المهم قطرت صحابي ننزل مع بعض اليوم ده ونجيب اكل ونقعد على الارض نلعب ونتبسط. فانا هحط ميك اب وهم جاهزين وهننزل. المهم ايه في البوكس ده؟ في مي في مي عشان الباص. الو 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 الو. طب ما تيجي تقعدي جنبي ونحط ميك اب مع بعض. في يا رورو يا بنت سيمون مستنى الراجل الحقي تصوري وبعد كده نبقى نطلع انا وانت مع بعض واحنا بنقعد نحط الميك اب الاخرانيه. جابك كده هلبسه دلوقتي. يعني مش جايه؟ لا هيبقى في حلو الحزام حاساه حلو. وانا طب صدقيني بقول لك الحزام شكله حلو اصلا لايق مع الورديات. ايه؟ ايه؟ انا ليه حاسه ان دماغي شبه الراس السودا كده؟ حاسه نفسي حاجه غبيه. جابت بقى سمو صح؟ ما عرفت انت جايبه الاينر الابيض على فكره مش هتحط زين. يا جماعه يلا يعني قصينا احنا بقى بالمونتاج برضه. يا جماعه مش هتحسب الاير. الاينر الابيض؟ اه يلا حطولي. بالظبط. بقول لك ما تشيلوا التورته وحطيها تاني على اساس دي خطوه. برد برد قوي. يلا استنى بصي من المونتاج. ايوه من المونتاج بيشيني جايب. يلا جايب المونتاج بيشيليني وانا باكل. ها انا باكل يا جماعه في حاجه حشرات اللي هي البتاع اللي بتلزق دي عارفينها. يا عيد ميلادك ده هيفرهدنا النار. كنا المفروض نجيب شرطه. قربوا شويه ارفع التورته اللي فوق كده مش باين ارفعيها شويه. عايزين نعملها. فتقولي لك استنى بقى استنى بقى استنى بقى استنى بقى. يا جماعه انا لما بجوع قوي بشبع قوي. ايوه تنزليه على خلاص تحصل. صورك احلى فيديو. صوريني وانا بصور لو سمحتي. امسحي الكاميرا سيمون. امسحي الكاميرا انجي برده. نفتح الكاميرا. بتصور وانت بتمسح الكاميرا بتقول نفتح الكاميرا. طب يلا تعالي اتصوروا معايا بقى. اتفضلي سمو. صور في صور حلوه صح؟ صورك صور كتير جامده. انا الموبايل انا بجد هاكل التورته كده مش عارفه ليه. طب بس دي كمان انا هاكلها كده حلوه قوي. ده صورناها صور جامده. لا لا مصوركش صور جامده قوي. ما تحلميش بقى بحاجه تاني. اتفضلي بقى ده يلا ناكل بقى احنا جايين عشان ناكل. ماشي يا امور ده فيديو. يلا تعالي صورينا واكل. طب تمام ماشي. انا بس انا بس سبع. انا بس لما في السندوتش والطبق دي من لا انتي جاي تعالي هنا. دي من الفيش جيم. يلا واحد هوبا هرخ. ايه ده وانت بتلعبي انت شو بتتصوري؟ صوري الصورة. طب تعالوا ناخد صورة كده الأول على ما أنا شو بدي لسه ممكن نبان ولا إيه؟ يا دي بتتلعب ازاي؟ برضه اللعبه باظت. ارمي انت يلا. هي المفروض مش هتوجع. اللي تيجي في حد بيطلع. انا طلعت. يا سلام. انزلوا بقى. انا طلعت خلاص. جت عليهم هما الاثنين صح؟ لا لا سيمون. يلا. بس فاكر ما تجريش احنا كلنا واقفين. شفتي بقى؟ على ضهري. عشان تعرف ان انا كسبان. انا كسبت. انا كسبت. انا كسبت. اسمها النمل. بجد انت حسيتيش؟ مش حاسه بحاجه. اهو دايره معروفه. صح؟ الله. بس بقى دي ركز فيها عشان دي ايه كبيره.
دوسي بقى حلو. انا حاسه فراشه. طب بجد شكلها فراشه. ايوه ايوه فراشه بجد. اي دي كملي مش فراشه. أرسبت أسوأ شوي. إيه رسمة الرسمة؟ إيه رسمة؟ وأنا اللي أرسم. لا خلاص. أنا لما عديت عليها بورينز. وكمان أنا وأنا جاي أرسم بجد. عملت الساعة. استني نسيت واحدة. بقول لك التاكسي مش عارف أنا لما كنت في التاكسي نزلت النضارة كده. كنت استاهل كده. قولي لنا هتعملي ايه الاول؟ ارقص انت عملت روسي انت عارفه بتقول انت بالارينا يلا واحد اتنين اتفرج زي كده يلا. فرحك نفسك يبقى شكله ايه؟ لو تختار واحد بس من اللي قاعدين يبقى البيست فريند هيبقى مين؟ انا طبعا. فرحك نفسك يبقى شكله ايه؟ بتحس منه وانت ايه؟ سؤال هو شعور مع بعض. ما كان نفسي لان هو كان نفسي بس كان نفسي على البحر بس هو مش خلاص مش هيبقى على البحر. اني واقفه في الشباك يلا بهوايا انتي قاعده معايا ايديكي ليا برايا يا جمال برايك لعين مش لسه خمس خشبات خشب السقف خمس خشبات خشب السقف خمس خشبات خشب السقف خمس خشبات خلاص دي كله. بقول لك ايه انا مشيت على فكره ماشي كنت عامله مسحه من يومين عشان كان عندي برد ولسه بابا قال ان طلعت ان انا عندي كورونا بجد؟ اه فمشيت انا. طب ما انا شكلي عندي كورونا كمان يا جدعان. طب يلا نتقابل انا وانتي مع بعض. بتهزري صح؟ لا هزر ليه؟ بتهزري يعني؟ هزر ليه يعني؟ مش هصدقك عشان بارده ما عندهاش دم قاعده عندها كورونا قاعده جنبنا. انا دايره اللي مشيت. كده هتقعدي الحكم. ما تعملي انت هو خلاصي. خمس خشب السقف خمس خشبات خشب السقف خمس خشبات خد يا عم على فكره جت زيني بقى الشمس قلبت يلا قبل ما يسيب بسرعه وانا قاعده انا رجعت البيت. اليوم بدأ من الساعة 10 الصبح تقريبا بس ولسه خلصان او قرب يخلص. في العادي انا من الناس طول حياتي بحب ان انا ايه اقعد بقى استنى ايه اللي هيحصل في عيد ميلادي وصحابي هيعملوا ايه وقرايبي هيعملوا ايه. بس في اغلب السنين اللي فاتت كنت يعني توقعاتي كانت بتبقى في حتة والواقع كان بيبقى في حتة تانية. فبقالي تقريبا سنتين السنة اللي فاتت برضو كنت حاجة شبيهة لكده نفسيا. السنة دي بقى قررت فعلا ان انا يبقى فيه هدوء كده وبقى انا بحاول ان انا استمتع فعلا بعيد ميلادي. بدأت افكر بشكل تاني خالص وده اللي خلاني اصلا اصور الفيديو. من فترة او من ايام كلمت اصحابي وقلت لهم كنا بنتكلم على عيد ميلادي علشان قبلها كان في عيد ميلاد صاحبتي فقلت لهم ان احنا ننزل نقعد مع بعض نقضي يوم ونتبسط ونتصور وناكل نقعد في حتة فيها زرع وفيها بحر وكل واحد يجيب اكل ونقعد نحتفل. يعني هو اليوم هيكون يوم عيد ميلادي بس مفيش بقى خطط وحاول نخبي على ديدي علشان ما تعرفش وفي الاخر انا اعرف قبلها بس باين ان انا مش عارفة. فعلا هما وافقوا واتفقنا وكل واحد هيعمل حاجة في البيت واللي هيشتري حاجات هيشتريها. واليوم بجد كان احلى من ما انا توقعت. بس في العادي كنت بمر بحتة الجروب او الصحاب الشلة والكلام ده يعني شفت بجد مواقف كتير عمري ما هنساها. فان انا ما عودش اتوقع عموما من اي حد حاجة النتيجة بتبقى احلى. يعني لما فضيت دماغي خالص
لقيت ان اللي بيحصل احلى بكتير من اللي انا توقعته، لان انا كنت مفضيه دماغي فحاسه انه عادي اي حاجه هتحصل عادي. يوم كان حلو وكان جميل وانا مبسوطه ان انا طريقه تفكيري اتغيرت وبدات افكر في الحاجات اللي هتفرحني وبعملها، وفعلا بفرح لما بتحصل. اليوم من امبارح من قبل، يعني هو عيد ميلادي يوم 18، من يوم 17 حصل لي حاجات جميله وانا مش متوقعه. مش عارفه في حد زي ولا لا، بس انا كان يوم عيد ميلادي ده من الايام المهمه جدا واللي بهتم بتفاصيلها جدا، فلما بقى عادي بقى حلو. حابه الفيديو ده كمان يبقى زي انا بعرفكم انا مين، لان انا دايما بطلع بتكلم في حاجات مختلفه ومحدش يعرف انا اصلا مين وعندي قد ايه واتخرجت منين وكل التفاصيل دي. فانا اسمي ديانا او ديانا او ديدي، عندي كام سنة؟ كملت النهاردة 24. اتخرجت من ايه؟ هو اغلب الدايرة اللي حواليا حتى يعني اصحاب عارفاهم بس مش قريبين قوي بيفكروا ان انا متخرجة من فنون جميلة، بس انا متخرجة من كلية رياض اطفال. اتخرجت سنة 2021، بس انا كان المفروض اتخرج 2020. ماشي، احنا هنحكي قصة طويلة شوية بس استحملوني. اول حاجة بعد ثانوية عامة انا ما جبتش مجموع يدخلني فنون جميلة، وده كان هدفي اصلا. بجد نفسي الصوت اللي بره ده ما يبقاش طالع في الفيديو عشان مش هعيد كل ده. وجالي كلية تربية رياضة عام، رياضة عام يعني مدرسة رياضيات او ماس، مش مدرسة رياضة، يعني مش مدرسة العاب. انا بوضح علشان بقول كل الحاجات اللي اتقالت لي وتفسيرها. ودخلت الكلية شهر وبعد كده سبتها بعد الشهر ده، ان انا احول تربية فنية لان هي دي اللي كانت تيجي مع مجموعي. وبعدين كان التحويل قفل، فقعدت سنة في البيت من غير اي كلية، هي دلوقتي او في العادي بيسموها جابير. وبعد كده كنت خلاص ان السنة اللي بعدها احول تربية فنية، وفي اخر لحظة حولت رياض اطفال. قالوا لي فيها شغل اكتر وفيها هاند ميد واعاده تدوير ورسم، وده برضو حاجات انا بحب اعملها. ودخلتها يعني كتبتها وانا بكتب رايحه اكتب تربيه فنيه تاني سنه، كتبت رياض اطفال ودخلت وقضيت الاربع سنين وتخرجت. وعرفت فيها اصحابي اللي انا علاقتي بيهم لسه كويسه زي ما احنا، بس هم دول الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها من الكليه مع شويه استفاده قد كده بجد. بعد ما خلصت كان كل حياتي برضو نفسي في فنون جميلة، وكنت بتابع القسم الحر اللي انا عملت لكم عليه فيديو. ده دخلت بعد، يعني انا 2021 اتخرجت اخر 2021، يعني لو اتخرجت في 7 شهر 10 دخلت فنون جميلة القسم الحر ترمين، الترم الاول شهر 10 والترم الثاني شهر 2، يعني يعتبر خدت سنة في فنون جميلة. وعملت ايه تاني بعد التخرج؟ زي دبلومة اونلاين تبع جامعة عين شمس بتتكلم عن العلاج بالفن. اي حاجة بعد كلية رياض اطفال اللي هو المفروض تخصصي، يعتبر انا ما كنتش مركزة غير على اي حاجة ليها علاقة بالفنون. ما زلت بشتغل على الموضوع ده جدا. خدت الدبلومة واشتغلت 3 شهور انجليش تيتشر في حضانة، وبعد كده سبت الشغل علشان عايزة احط اغنية يمكن ده مش مكاني، مش هغني اكيد، عشان انا فعلا التدريس مش مكاني خالص. انا اصلا كنت عامله حسابي من زمان ان انا مش هشتغل في التدريس، بس بعد التخرج بحب الانجليش وكان انجليش تيتشر، فانا هتعامل طول الوقت بالانجليش، فانا هطور نفسي في الانجليش فادخل فدخلت وجربت، وفعلا الموضوع كده بس انجليش محدود لان التعامل مع سن معين من الاطفال مش هقدر اقول لهم معلومات اكتر، فبالتالي انا مش هقدر اطور نفسي غير في الليفل اللي انا بعلم طفل، غير لو انا بتكلم مع حد نيتيف او بتكلم مع حد في سني، فمش هنقعد نتكلم في الطقس ايه النهارده وايام الاسبوع ايه وحاجات كده. هو ممارسه الانجليش كويسه بس مش الليفل اللي انا كنت عايزاه، فسبت برده الشغل. وهوصف شخصيتي، فاقدر اقول ان انا شخص اجتماعي انطوائي، عشان انا بدور في الموضوع شويه وبحب قوي الصحه النفسيه، فبقيت بدور بقالي سنتين برده في الموضوع ده، بقيت بهتم بالموضوع ده جدا، بقيت اركز اكتر شخصيتي ايه هي عشان اشوف العيوب بتاعتها، ولما حد يقول لي مثلا انت بتتعصبي فاللي هو انا عصبيه، انا فاهمه انا ايه وبتعامل مع ده ازاي
وبحاول اتجنبه ازاي وبحاول افهمه للحواليا ازاي عشان نقدر نكمل ونتعامل او نتعايش مع بعض اذا كان صحاب اهل اي حاجة. الانطوائية الاجتماعية دي اللي هي بتبقى شوية انطوائية وشوية اجتماعية وممكن الاتنين في نفس الوقت، وحاسة ان دي ليه علاقة شوية بالتردد. مش عارفة ليه الفيديو موتر، لان انا طالعة مش بتكلم عن حاجة بعملها بس بتكلم عن نفسي، فحاسة انها متوترة شوية، بس حابة انه اعرفكم انا مين عشان حاسة انه بقى في مجموعة من الناس اللي بقوا بجد جزء من حياتي. يعني انا بدي اغلب وقتي ان انا اصور فيديوهات وافكر في فيديوهات، فلازم تكونوا عارفيني. وده يودينا ان انا ليه اصلا فاتحة اليوتيوب دي. اول حاجة انا كنت فاتحة شانل تانية من سنة، يعني دي اللي احنا فيها دي هتكمل سنة على شهر واحد يوم واحد واحد، بس كان في واحده قبلها السنه اللي فاتت، بس عشان انا ما كنتش فاهمه قوي في اليوتيوب وما ينفعش الفيديو يتحط عليه اغاني ليها كوبي رايت والحاجات كده. المهم يعني اليوتيوب كان هيقفلها، فانا قفلتها بنفسي وقلت افتح واحده جديده، مع ان ده خسرني الناس اللي كانت متحمسه ان هي تتابعني وبتاع في الاول، بس علشان ابقى بكمل صح ففتحت دي. في اغلب الوقت انا بتكلم في حاجات ملهاش علاقة ببعض شوية، بس بالنسبة لي هي ليها علاقة ببعض، لان انا بتكلم على طول في حاجات انا بمارسها. انا الرسم او اي حاجة بحاول ان انا اطور نفسي بيها من غير كورسات وكده من زمان، حتى ما خدتش كورسات. مؤخرا بدأت اخد كورسات في حاجات عشان اخد الحتة الاكاديمية عشان افهم كاني دارسه، اقعد ادور بالانجليش والعربي واعمل سيرش كتير قوي علشان اوصل المعلومه. ضمن الحاجات في الاول اللي واجهتها ان صعوبه ان حد يديك معلومه، مش سهل ابدا ابدا على حد ان هو يتعب في معلومه ويديها لحد تاني بسهوله. ودي انا واجهتها لما كنت بسال ناس اعرفها زمان عن معلومه لحاجه معينه، فكانوا بيقولوا لي دوري. انا وقتها اتضايقت جدا انه ليه ما تقولوش دلوقتي، ليه ما تساعدونيش، يعني انتوا وصلتوا لها تقدروا تساعدوني وتقدروا تقولوا الحاجه. هما كانوا شايفين ان انا تعبت فما ينفعش ادي التعب ده لحد بسهوله، وانا علشان انا تعبت فعلا فحاسه انه مش لازم كل الناس تتعب او مش كل الناس هيبقى عندها الاصرار بتاعي. ممكن ناس تحبط وما تدورش، وممكن ناس ما عندهاش خلفية زيادة ان هم يدوروا بالانجليش فيلاقوا معلومات اكتر من العربي، او يفهموا المعلومة صح من حد بالانجليش، او ما يلاقوش فعلا مساعدة فيحبطوا. عموما يعني مش قادرة اوصف لكم انه الموقف فعلا ممكن يأذي نفسي. عشان انا بحب اليوتيوب وعشان ده اكتر واول مكان ساعدني اتعلم اي حاجة انا نفسي اتعلمها، ساعدني افكر ما كنتش فعلا بقوم من عليه، فحسيت ان انا عايزة ابقى جزء منه. فعشان كده انا بحب اليوتيوب جدا، عشان كده اكتر فيديوهات بركز فيها هي في اليوتيوب، قليل لما بنزل على انستجرام والتيك توك وكده، مع ان دول اكتر منصات دلوقت الناس بتجو فيرل وبتتشهر قوي بسهولة. بس انا بحب اليوتيوب، بقدره، بحس ان هو الفيديو ليه قيمة وليه مجهود اكتر وهيتقدر اكتر، فانا هتلاقوا تركيزي الاكتر على اليوتيوب. وفي نفس الوقت بحاول ابقى موازنة وانزل على الانستجرام. وحاجة تانية، انا برضو بحب ان انا اوثق الاحداث دايما بحب التصوير، بحب اصور لقطات والمواقف اللي بتحصل في اي وقت، بحس ان هم دول اللي بيفضلوا، بحس دول حتى لو سافرنا وبعدنا عن الناس بنلاقي الصور دي. يعني انا صحابي في محافظات تانية وفي دول تانية كانوا معايا وانا في ابتدائي وانا في اعدادي، اللي باقي بيننا دلوقتي، غير طبعا ان احنا بنكلم بعض كل فترة، بس في ذكريات هي دي اللي بتفضل موجودة. عشان كده بحب الصور جدا وبحب الفيديوهات، فبرضو ده جزء ان انا فاتحة اليوتيوب. من اكتر الحاجات اللي كانت بتوقفني ان انا ابدأ اليوتيوب وبتحبطني شوية، ان انا بحس انه انا عندي محتوى مختلف عن بعض، اللي هو انت بتصوري حاجات عنك وعن الرسم على الوش، ولا عن الرسم على الورق، ولا عن السيراميك وعن التدوير. حسيت بقى في الاخر انه ده انا، هو انا الشخصية الملخبطة دي اللي بتحب كذا حاجة. بس اكتشفت انه زي ما قلت لكم انه كله تحت دايرة الفن او انواع الفنون انا بحبها وبحب اتعلمها.
اغلب الحاجات اللي بعملها وبتعلمها ببقى معلماها لنفسي، فهتلاقوني ممكن مش بعلم الحاجة بطريقة اكاديمية او ان انا مش مدرسة او مش بشرح ان انا حد فاهم، لا انا بشرح ان انا حد بيتعلم وحد دور فبينقل تجربة وبينقل خبرة. فانا حابة ده وبس كده، دي انا مش عارفة بجد متوتره وانا قاعده بتكلم ومش مركزه انا بقول ايه، بس قاعده بحكي. السنه دي من اهم الحاجات اللي انا ناوي اعملها هي اليوتيوب، بجد رقم واحد عندي. عندي خطط كتير قوي للسنه دي، اول مره اتحمس لسنه، مع ان من يومين كنت متضايقه قوي من رقم 24، بس في خطط كتير كتير كتير. ان شاء الله ان شاء الله هاخدكم معايا في الخطط دي او في الخطوات اللي انا ناوي انفذها. دلوقتي قاعده بتفرج على الصور بتاعه النهارده وعايزه انزل منها على الانستجرام. هقوم دلوقتي الم شعري واغسل وشي بقى واشيل الميك اب واجي تاني. امبارح بجد وانا بيحصل لي حاجات انا مش متوقعاها ابدا، وده اصلا كان يعني انا كنت ناوية اصور يوم عيد ميلادي فيديو وابدأ بيه واخرج مع اصحابي ونقضي يوم وناكل ونشرب وانا عارفة كل حاجة ومخططة لليوم، بس من يوم 17 بالليل من قبل يوم عيد ميلادي بيوم وكل حاجة بتحصل بتلقائية ومن غير تخطيط ومن غير تفكير ومن غير عشم ومن غير احتمالات ومن غير تخيلات. حصلت احلى بكتير 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 من ما انا متخيل. ربنا خطط اليوم زي ما هو عايز عشان انا افرح اضعاف ما انا كنت مخططة افرح نفسي. يا ابسط من ان انا اقعد افكر، ده مرجع ليا. انا عمري يعني انا مش هطلع اقول نصايح ابدا لان انا اكتر حد بيفكر 24 ساعة، فده بجد يعني اليوم ده هو خلاص بيخلص علامة ان انا ابطل افكر في حاجات كتير، علشان في الاخر اللي هيحصل هي تبقى احلى حاجة واحسن حاجة ممكن تحصل ليا. بجد انا مبسوطة. اتفرج على المسلسل اللي انا بتابعه اليومين دول. صحابي نسيوا ياكلوا من التورتة، مش نسيوا، هما احنا قعدنا اكلنا حاجات كتير فما كانش في مكان للتورتة، عشان انا اخدها في الاخر. هاكلها دلوقتي، انا هدوق بس عشان يعني انا من الصبح باكل. احلى حاجه ان جيجي حجزت لي جيم، حلوه قوي. حاسه ان انا بعمل ريفيو عن الاكل بس عادي، هي حلوه بجد. نيجي على الايس كريم اللي بابا جايبه، وقوي الحاجات اللي جات لي، بس هي اصلا ثلاث يعني اغلبها حاجات علشان اليوتيوب علشان شغل وعشان حاجات انا بخطط ليها. ف لا مش هوريكم دلوقتي، هوريكم فيديوهات جاية. اليوم بيخلص وما كنتش متوقعة، كنت متوقعة يبقى حلو بس مش حلوة قوي كده. مبسوطة بالفيديو ده، هيفضل ذكرى عندي توريني قد ايه انا اتغيرت وقد ايه انا بتعب على نفسي وعلى شخصيتي بعيدا عن اي حاجة انا بحاول اتعلمها. انا بحاول اغير من شخصيتي واخليها احسن ومرتاحة نفسيا اكتر. فبس ده انا وده يوم عيد ميلادي. لو كملته لاخر الفيديو عشان حاسه ان هو هيبقى طويل قوي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعلى اليوتيوب وفولو على الانستجرام، وبس كده. باي باي.